أجل جمع مساهمات جديدة للنادي الإفريقي. أهلا بك زياد. مرحبا بك خويا سام، مرحبا بكافة الضيوف وكافة المستمعين. باهي، كالعادة سوسيوس موجودة في دعم النادي الإفريقي حتى رغم العراقيل، ما كنتوش متفقين برشا مع الهيئة، لكن قاعدين تساهموا بيتجموا في دعم النادي نتاعكم. والله موضوع الهيئة ما نحبش نرجع له أنا لما حالة، كيما الناس الكل معناتها احنا أطلقنا مبادرة كانت انطلقت عندها أسبوع توا، غدوة إن شاء الله عندنا لما كبيرة في باريس باش معناتها باش نلموا الناس الكل، وعندنا وعود برشا ناس باش تجي إن شاء الله، باش تكون لما كبيرة إن شاء الله في دار التونسي. كان تسمح لي باش نعطي الأدريس بيان سور الناس اللي ما باهي 95 افني دو لا ريبوبليك وبيرفيلي، معناتها دار التونسي معروفه هي في وبيرفيلي، نعاود 95 افني دو لا ريبوبليك وبيرفيلي. مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله باش يكون فما برشا انشطه غدويك ان شاء الله للعائلات وللصغار، وان شاء الله خصصنا زاد بارك الله فيهم دار التونسي مكنونه من صاله كبيره باش نتفرجوا في الماتش سور بلاس غادي، وان شاء الله كيما على غرار الناس الكل معناتها اطلقنا الحمله هذه. سوسيوس سيليول نتاع باريس وهيكل فرزة سيات ثلاثه مع بعضنا خدمنا معناتها الكومباني هذه كامله، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله عندنا برشا وعود، وان شاء الله يا ربي نحاولوا نوفروا مبلغ محترم معناتها محترم جدا. بديتوا انتم ديجا في الامان عندكم على السيت نتاعكم زياد، نحن نعرف قداش لميتوا بالضبط فلوس اللي كيف اللي بالفيرمون ولا حتى اللي عطاه سبيس، وقداش تتوقعوا توصلوا غدوه لحد ان شاء الله؟ باش نكون واضح مع الناس الكل، السبيس ما عنديش العدد بالضبط، يعني نجم نعطيك لي بار فيرمون اللي احنا توا وصلنا 12000 يورو، معناتها كي جيت تحسبهم تلقاهم 38 مليون ولا 40 مليون. هذايا قاعد نحكي كان على السوسيوس. اعطيني حتى تقريبيا قداش، قلت لي ما عنديش زياده السبيس، اعطيني حتى تقريبيا قداش، حوالي قداش؟ والله العظيم يا اسلام لا عندي الرقم، ما عنديش الرقم بالضبط، معناتها حتى تقريبيا انا مش نقول لك، خاطر برشا ناس عطات سبيس وهذايا لاهين به لخيانه السوسيوس. غدوه نعرفوا كل شيء معناها. غدوه لا، هي الحمله راهي باش تقعد حتى شي نهار. تو كنت نسمع في سيمير سنوسي قال يلزم 4 نوفمبر، دونك احنا كنا عاملينها فما زوز دوسيات 4 نوفمبر زياد، بوبكر ديارا وكوليبالي، زوز في مليار ونص معناها. دونك احنا كنا باش نسكروها نهار 5 نوفمبر، دونك في لما نتاع غدوه باش نوليو نعملوا تعديل صغير. اي نتصور افضل. نوليو نردوها نعملوا الفيرمون نهار 2 نوفمبر باش نهار 3 نوفمبر الاخر الفلوس تبدا في الكونت، دونك هذايا معلومه ما في بالناش بها. وللاسف كالعاده النادي الافريقي ما فماش اتصالات وما فماش مون كومينيكاسيون، فما شكون يوضح لك الله غالب، معناتها احنا انا كان ما سمعتش توا ما نسمعش، معناتها نخلي كومباني حتى لو 5 كان ما سمعتش سيناريو السنوسي، وكان ما انت ما تفضلتش توا وقلت على الـ على الـ وفما 31 اكتوبر زياد 100000 روزيكي 300 مليون معناها ترونش روزيكي. والله اما نتصور هذو موجودين في الكونت ديجا مش مشكل باذن الله. احنا اللي 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 نسعى له توا باش نوفروا مبلغ باهي، ان شاء الله يا ربي الحلمه هذيا اللي عند جمهور الكلوب لما حاله راهي هذه الكومباني الاولى باش تبدا، مازال فما كومباني اخرى ان شاء الله تبدا نهار 5 ان شاء الله. الحلمه الاولى يا ربي ان شاء الله نخلطوا المبلغ 100000 دينار تونسيه اللي هو مبلغ مهم جدا. ممكن هذا ونشكر والله ممكن باذن الله ممكن ان شاء الله نخلطوا ان شاء الله، احنا هذيا التمنيات نتاعنا ان نخلطوا المبلغ 100000 دينار نبعثوهم ان شاء الله قبل نهار 4. تبدل كلمتوش رجال اعمال حاجه هكا زياد في الخارج؟ والله رجال الاعمال اتصلنا بهم وفما وعود تاع رجال اعمال اللي درنا الكل، لقينا فورميل زاد نتاع ديزامبو هنا في فرنسا، فما حاجه باهي على الاخر بارك الله في ليزانجينيور اللي عندنا لهنا، لقاو فورميل نتاع ديزامبو اللي خلصوا في فرنسا انهم يدفعوا لاسوسياسيون يتحسب لهم في ليزامبو، دونك سهلت علينا العمليه. ان شاء الله في الكومباني الثانيه باش نعملوا رجال الاعمال، وان شاء الله باتفاق مع لوخيان فما ممكن فما باش نعملوا سهريه ان شاء الله في باريس، سهريه فيها برشا نجوم من تونس وما داخلها الكل باش تعود للنادي قبل ان شاء الله 31 ديسمبر. الدات مازلنا ما فيكسيناش، مي نورمالمون ما بين 20 و 25 ديسمبر باش يكون حفل ضخم هنا في باريس باش تعود المداخيل تاعو الكل للكونت نتاع الجامعه. واضح.
يعطيك الصحة زيادة بعرف على كل هذه التفاصيل، وبالتوفيق ليك ولسوسيو سيكلوبيس، وبالتوفيق للنادي الافريقي ايضا في جمع كل المبالغ المالية اللي اكيد مبالغ كبيرة كذا مازلنا كي كنا نحكيو عليها في جمعها لخلاص نزاعات الفيفا، والله يهدي اللي كان سبب في نزاعات هذه الكل. دونك بخمسة متاع عشية نوصلوا لنهاية زون ميكست اليوم، ان شاء الله نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من مطيطة الخمسة متاع عشية اكسبريس افام. قبل ما نختم نشكر عليا باشا في الاخراج كيف كيف ادم موقع اكسبريس اللي امن لكم لي فوتو ولي فيديو الكل. The Mixed. The Bone.